بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى رأينا كيف يكون الذكر وكيف نعيش في الذكر وكيف نجعل أوقاتنا جميعا مليئة بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله سيؤثر فيك في هدوء النفس، ولكن لابد من توجيهات الشيخ، لأن لا نريد الإفراط ولا نريد التفريط، وهناك في الطريق كثير من الأسئلة وكثير من الاستفهامات. الشيخ له تجربة وليس هو متسلط عليك كما يحب النابتة أن يصوروه. الشيخ له تجربة يعطيها لك فيضيف إلى علمك سنين عددة. التصوف لا يصلح بالقراءة ولا يصلح بالانفراد، ولكن يصلح بأن تجد قلبك مع ربك وتحول قلبك إلى قلب ضارع بالذكر. قضية أخرى في هذا الذكر وهو ورد القرآن الكريم. لا بد عليك ألا تهجر القرآن، وأن تجعل لنفسك كل يوم ولو كان قليلا. وفي البيهقي: من حفظ القرآن خمسة خمسة لم ينسه. وكان كثير من الصحابة لا يتجاوزون خمس آيات حتى يتقنوها تلاوة ويحفظونها ويفهمونها ويتحققون بها، ثم ينتقلون إلى ما بعدها. ليست مسألة بالكثرة، بل المسألة بالكيفية. القرآن 6236 آية. بذل المسلمون مجهودا كبيرا بتوفيق الله في أداء المصحف حتى يكون القرآن المصحف يكون معينا لهم على عبادة الله سبحانه وتعالى. كتبوه بأشكال مختلفة، ومما استطاع المسلمون أن يصلوا إليه أن يكتبوا كل صفحة بدايتها آية ونهايتها آية، ولا تنقسم الآية بين صفحتين، وأن هذه الصفحة فيها 15 سطر، فيستطيع الإنسان أن يقرأ مثلا بعد كل صلاة 5 أسطر. وهذه الصفحة غريب فيها أنهم حاولوا أن تقف عند معنى يحسن الوقوف عليه، واستطاعوا أن يفعلوا هذا، بحيث إنك إذا قرأت الصفحة فقد قرأت معنى متكاملا له تعلق بما بعده، ولكن يجوز أن نقف عنده. وجعلوا الجزء أولا، هم عدوا عبر القرون هكذا، عدوا أحرف القرآن وقسموه إلى 30 جزءا، كل جزء يساوي الجزء الآخر في عدد حروفه. فعندنا القرآن بهذا الشكل 30 جزءا، كل جزء يساوي الجزء الآخر في عدد الحروف. نعم، قد يزيد حروفا بسيطة في آخر آية، قد يقل حروفا بسيطة لأن الآية قد انتهت وهناك سورة جديدة، قد يكون، ولكن عامة هناك ما يشبه التساوي في عدد الحروف وليس في عدد الكلمات. أمامي الآن مصحف مقسم إلى سور 114 سورة، ومقسم أيضا إلى
أجزاء، ولكن أيضا هو مقسم إلى صفحات، كل جزء جعلوه في 20 صفحة، وكل صفحة فيها 15 سطر، 20 صفحة في 30 600، ولذلك تفتح المصحف تجد 604. ليه 604؟ علشان الفتحة وبداية البقرة أخذت ورقتين، وكذلك المفصل في الصور الصغيرة زاد ورقتين لأنه علامات الصور زادت في هذا. ولكن كم يصلي الإنسان في اليوم؟ 17 ركعة فريضة و17 ركعة سنة. 17 ركعة فيهم 10 ركعات يقرأ الإنسان بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، إما حفظا وهذا أحسن، وإما أن يقرأه في مصحف مفتوح أمامه وهذا جائز، خاصة عند الإمام الشافعي في الفريضة وفي النافلة. لو الإنسان في 10 ركعات قرأ صفحة وفي 10 النافلة قرأ صفحة، لقرأ جزءا كل يوم ولختم القرآن كل شهر بقراءة صفحتين، صفحة في الفريضة وصفحة في النافلة في الصلاة. فاجعل لنفسك وردا من القرآن، لا تحرم نفسك من القرآن، دائما انظر إلى القرآن، لأنه النظر إليه عبادة، وأن تلاوته لك بكل حرف منها 10 حسنات. ولذلك ينبغي عليك أن تجعل لنفسك نصيبا من القرآن كنوع من أنواع الذكر، لأن القرآن ذكر. وعندما نقرأ القرآن ليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن لابد علينا من التدبر والقراءة بإمعان، يعني متمعنين في المعاني. هذا الحال أيضا يكون في الصلاة، والصلاة كلها ذكر، فعلينا أن نقرأ الفاتحة آية آية، وأن نستحضر معانيها، وأن نتخيل أنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتسكن جوارحنا، أيدينا، أرجلنا، تخشع قلوبنا، لأن مقصود الصلاة هو التذكير، حتى تنهانا عن الفحشاء والمنكر، حتى تؤثر في سلوكياتنا خارج الصلاة. الذكر كما أنه يشمل البرنامج اليومي الذي شرحناه، فهو يشمل أيضا القرآن الكريم، ويشمل أيضا ما في الصلاة من ذكر يجب علينا أن نتحقق بها، هذا يؤثر في أخلاقنا تأثيرا إيجابيا، تأثيرا خيرا وحسنا، يجعلنا نستحي أن نكذب، ونستحي أن نقصر في أعمالنا، ونستحي أن نرتكب المعصية أو أن نعتدي على أموال الناس، نستحي أن نعتدي على خلق الله، ويظهر الحب وتظهر الرحمة وتظهر السكينة والأمن والأمان في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى من جراء هذا الذكر وهذا التدبر وهذا التمعن وهذه العبادة والطاعة التي هي خالصة لوجه الله، لا نريد شيئا من حطام الدنيا. بعض الناس يذكر من أجل أن يصل إلى فائدة، هكذا أذهب ثواب نفسه. بعض الناس يذكر حتى يحصل أثر الذكر، هكذا ليس له ثواب في الآخرة. قالوا لأبي زيد البسطامي: ما لنا نعبد ولا نحس بحلاوة العبادة ولذة العبادة؟
قال عبدتم العبادة فلم تشعروا بلذتها، اعبدوا الله وأنتم تشعرون بلذة العبادة. الإنسان عندما يصلي حتى يكون ذلك إثبات حالة، أنا صليت النهاردة قيام الليل، ده أنا صليت 11 ركعة، ده أنا صليت وغيري ما صلاش، ده أنا كذا وكذا إلى آخره، لا يشعر بلذة العبادة بل تكون رسوما من الدنيا. ولكن الذي يشعر بلذة العبادة من أخلص لله، أنا أعبد شوقا لله، أنا أعبد لأن الله يستحق منا العبادة، أنا أعبد لأن الله أراد منا العبادة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.